هي خلاص ان شاء الله فاضل ثلاث مباريات على البطوله الافريقيه، بطوله دوري ابطال افريقيا، مباراتين في الدور قبل النهائي ومباراه في الدور النهائي ان شاء الله للفريق اللي هيصعد، واتمنى ان هو يكون النادي الاهلي، واتمنى من الجانب الاخر ان احنا، لا انا شخصيا اتمنى ان انا لاعب الزمالك، والزمالك فريق مصري، الزمالك فريق مصري، وبالتالي تخيلوا حضراتكم لما الاهلي والزمالك يوصلوا الى نهائي دوري الابطال قد ايه الكره المصريه ناجحه، قد ايه الكره المصريه هي الافضل في افريقيا بوصول الاهلي والزمالك للدور النهائي ان شاء الله، وهو ده اللي يحصل. بعد كده بقى طبعا اتمنى ان النادي الاهلي يكسب، بعد كده نبقى نتكلم في المباراه النهائيه ونشوف، لكن لما بنيجي نتكلم على البلد احنا بنتكلم على بلد، مش بنتكلم عفوا احنا مش بنتكلم على حاجه تانية. لما اهلي وزمالك لازم تبقى فخور بوصول فريقك النادي الاهلي، والنادي الزمالك من الجانب الاخر او من الناحيه الثانيه يصل للنهائي، ليه لا؟ ليه ما نشوفش فريقين مصريين يصلا الى المباراه النهائيه؟ اعتقد دي هتبقى اول مره في تاريخ البطولات الافريقيه تحصل، نحب نشوف كده. وبعد كده نبتدي بقى نحفز فريقنا وعايزين نكسب الزمالك وتبقى مباراه تليق باسم مصر وباسم الفريقين الكبيرين الاهلي والزمالك.